فيه أوراق تكتيكية وتكنيكية كبيرة عند المدرب بلغريني، وغياب أيضا رونالدو وحده رغم كل هذه النجوم وهذه الملايين بدأ مؤثر. هذه فرصة عرضية وهدف ثاني يمنعه كاسياس، يعني ينجو ريال مدريد من خسارة كادت تصبح مؤكدة. هذه كرة، لاحظ كرة هدف، كرة هدف، لا أدري بيرتي كيف تأخر ولم يضعها بقوة في الشباك. ممتازة من نيغريدو، العرضية يتغلب على البيون ويلعبها عرضية الذي يتحول للجهة اليسرى في هذه اللقطة، ولكن هنا اللقطة، هنا اللقطة التي كادت تنهي المباراة لولا روعة كاسياس.